بجريدة اليوم إضافة للعناوين اللي رح نتناولها بعد شوي رح نحكي عن شو صار امبارح بانتخابات نقابة أطباء الأسنان. خلينا نحضر هيدا الفيديو ومنتابع. كسروا استاديو. تكسير الصناديق من قبل احزاب السلطة. بصيروا 121 ما بصيروا 120. الرجال من الجميع مبادرة القاعة. الصناديق مفتوحة ونصهم مش هتطبع اسنان مندوبينهم. اي نعم. هيدا الفيديو نشره حزب سبعة، ومثل ما سمعنا اتهموا أحزاب السلطة بخلق هذه الفوضى. لنشوف أكثر شو اللي صار من حدا كان مشارك، لأنه طبيب أسنان وهو باحث سياسي أيضا وبيطل دايما معنا لتحليل الأوضاع السياسية، دكتور عمران زهوي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم استاذ عبد المشاهدين. اهلا وسهلا فيك، شو اللي صار امبارح؟ اللي صار امبارح هو على الشكل التالي، في بالنقابه كان في عندنا انتخابات بعد انقطاع عامين عن الانتخابات بسبب كورونا، فكان عندنا كل المقاعد تقريبا شاغله، لم يبقى الا عضوين في النقابه فقط اصليين. يعني في عندنا نحن كان اعضاء نقابه ونقيب بالاضافه لصندوق التعاضد والتقاعد والمجلس التاديبي. كان في ثلاث لوائح، لائحة مدعومة كانت من حزب سبعة، كان دكتور رونالد يونس وبعض كمان بعض شباب الثورة، ولائحة ثانية كانت للدكتورة ايميلي حايك اللي هي معروفة للكتائب، ولائحة ثالثة كانت للثنائي مع بعض الأحزاب كمان كان مرشح عليها البروفيسور ليست معلوم. اللي صار هو على الشكل التالي، طبعا كان نحن امبارح سكرنا اول انتخابات، كان في عندنا 2000 اول جوله، كان في عندنا 2120 ناخب، وهذا كان شيء مهم جدا لانه لاول مره بتاريخ النقابه بيكون فيها الاقبال الكبير، فكان كثير شيء حلو. بس اللي صار هو على الشكل التالي اللي نحن كمان انتقدناه وحكينا، اول شيء كنا موجهين للنقيب الحالي انه في عندنا نحن بالقانون الداخلي لنقابه اطباء الاسنان كل مندوب يجب ان يكون اما سنه خامسه طب اسنان واما طبيب ممارس لحتى يكون مندوب. متفاجئ نحن تحديدا يعني بلائحه حزب سبعه وفي ناس ما إلى علاقة، يعني الآن فوق 50-60 مندوب لا ينتمون إلى النقابة ولا ينتمون إلى الطبابة حتى تحديد يعني بالشكل العام، مهندسين وغير. فهيدا أول مخالفة. المخالفة الثانية اللي كانت كمان شفناها أنه كيف أنت مندوب ما إلك علاقة وعم تخالف وكمان بيقعدوا على الفرز، هذا كمان كان شيء غريب جداً. هيدي الشغلة الثانية، الشغلة الثالثة اللي صار هو نحن كان عندنا فرز الكتروني، فبعد مرور ساعة وتقريبا شي 35 دقيقة لم يفرز الا ثلاثة والصندوق الرابع من اصل 20 صندوق. طيب عادة هلا إذا بناخذ امبارح نقابة السيد اللي كان في فوق ال 4000 مناخب، خلال 40 دقيقة تحديدا كان في اوريدي الفرز خالص ومنتهيين. فأثناء الفرز صار في تململ، بعدين صار في على الشاشه ينحط اول شيء، اول كان بلش بالاحرف اي بي سي دي مش اسماء، بعد شوي صرنا نشوف انه في شيء عم ينعمل ديليت، يعني في ناس عم تاخذ اصوات عم نرجع اللي عمل ديليت. شو اللي عم بصير؟ بقول هو انه والله انا كان عندي مشكله بالاكسل وما عندك مشكله عم بتشيل اصوات،
فصار في تململ من الاطباء ومن الجميع، لانه يعني الساعه 35 دقيقه اذا بعدنا عم نفرز ثلاث صناديق بالرابع. يعني من هو الشخص اللي كان عم يعمل هيك؟ تابع لحزب معين؟ اللي كان عم يشتغل على الكمبيوتر، بس مش هو. يعني هذه اول مشكله واجهناها، ماشي. وهذا طبعا قيد التحقيق بالنقابه، مش حنحكي كل الامور هلا، بس انه في، لانه في تحقيق، فصار في تململ من الموضوع. طلعت الدكتوره ايميلي حايك هي اول من اعترضت على هذا الموضوع، طلعت على البوديوم وعم تحكي، انت عم تقول انه نحن تاخرنا كثير وهذا اللي عم بصير غلط، وخلونا نروح على الفرز اليدوي. عرفت كيف؟ فهون بلش الهرج والمرج من الجميع. وللأسف من مين؟ لانه يعني حزب سبعة بحسب الفيديو عم بقول احزاب السلطة، الكتائب، احزاب السلطة اللي كانوا موجودين نتالي، اللي كانوا موجودين حتى على الفرز، ما لهم علاقة بالنقابة، صاروا يتهجموا. حتى صار في تهجم على الناس، يعني حتى في تهجم على اطباء الاسنان اللي هن اصلا ما خلصوا على النقابة. كيف بفوتوا على انتخابات وما معهم بطاقات؟ طبعا مثلا. طبعا طبعا هذا هو. فالشغله الثانيه كمان، يعني طبعا هون هلا مع كله قيد التحقيق، لانه كمان في كان كلام على انه في اطباء ليسوا في لبنان ونخبوا، بتعرفي بوجود الماسك ما حدا بيعرف حدا. الشغله الثالثه، لما صار في حكي عن كلام عن فرز يدوي، للاسف شفنا تحت الطاوله وكان عم يتهرب بعض الاوراق وكانت عم تنخفى، فكان في شيء غلط يعني كان واضح. طيب بالإضافة إلى اللي حطوه على الشاشة للجميع، صار مبين أنه حتى بالأرقام، إذا أنا عم بحسب صندوق رقم 5 لنفرض صندوق رقم 7، بالأرقام في غلط، يعني حتى على الجمع في غلط. طيب هذا الغلط وين عم بيروح وكيف عم بيروح؟ لنفترض أنا ماخذ بأول صندوق 5 أصوات، بالصندوق الثاني 6 أصوات، بصير 11، المجموع كان يطلع معه على الشاشة 8. طيب أخي الثلاثة هوليك وين راح؟ بيكنوا الكمبيوتر يا أستاذ. ليه الإكسل عادة ما في فورمولا بيحسب لحاله؟ يعني في شيء غريب جدا كان عم يحصل، لأنه عم لك يعني نحن بنفس الوقت كان في نقابة الصيدلة 4000 شوي ب 40 دقيقة خالصين. انت مستغرب؟ هذا بلبنان يعني للاسف، يعني هذا كيف لبنان الصيادله، يعني مش كمان مش على الامر. يعني عن جد السؤال اللي حيال مواطن بيساله، حرزانه انه يصير هالزق؟ يعني اذا بالنقابه هيك بكره بالنيابيه شو رح يصير؟ للاسف طبعا نحن نحمل المسؤوليه، نحن نحمل المسؤوليه الى النقيب وكل من كان مسؤول عن هذه الانتخابات، بالاضافه الى وزاره الداخليه اللي كان للاسف موجود منها ضابط وعنصرين فقط لا اكثر ولا اقل. طبعا هذا لا يليق بنقابه اطباء الاسنان، لا يليق باطباء الاسنان تحديدا، لانه اللي صار معيب جدا 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 بحق الجميع. التنافس يجب ان يكون ديمقراطي، ايا كانت النتيجه، اللي حيجي على نقابه حيجي يدير نقابه، ما عم نعمل نحن حزب سياسي او تجمع سياسي بقلب النقابه. يعني مصلحه الاطباء يعني بهذا الموضوع. دكتور سؤال اخير، هيدا الشيء الا يحتم المطالبه بانه يكون في انتخابات بطريقه الكترونيه، يعني من دون ما يكون في ورقه وبدنا نفتحها وبدنا نفرز ونأيد، يعني هيدي الطريقه التقليديه؟ يفضل ذلك. يعني اليوم نحن عم نحكي اذا كان في الانتخاب بطريقه الكترونيه، اول شيء اذا السيستم كان محمي اكيد افضل واسرع واسهل يعني. وبعدين هون التلاعب بيكون صعب جدا، لانه للاسف نحن في لبنان يعني دائما في تلاعب بكل شيء. دكتور نعم. امتى موعد الانتخابات المقبله؟ هلا موعد الانتخابات المقبله، اولا هلا بدنا نشوف القضاء شو حيحكي، بدنا نشوف مجلس النقابه شو حيصير. أوكي. ومن ثم يبنى على الشيء مقتضى يعني حتى تحدد لاحقا الانتخابات. يعني رفعت دعوه. نعم. فينا نقول نعم. نتيجه. نعم. شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه. شكرا لك، ان شاء الله لقاءات قريبه بنحكي بالسياسه. دكتور كمان. عمران زهوي باحث سياسي ايضا. وصلتنا صور هلا قطع على الطريق على مستديره المكلس باتجاه سن الفيل. ميرسي. هل الصور وصلت هلا بالقطار بالاطارات؟ وصلت هلا، رح نشوفها بعد شوي. خلينا نروح لعناوين الصحف الصادره صباح هذا اليوم. اكيد عناوين الصحف الصادره صباح هذا اليوم، وبنبدا مع صحيفه النهار اللي عنونت لليوم الاثنين 29 تشرين الثاني على الشكل التالي. الاستنزاف المالي مفتوح والسلطة سوري هيدي معارك حليفي التفاهم تملأ زمن
الشلل. والمساعي لتذليل العقبات أمام انعقاد مجلس الوزراء تراجعت وسط معالم التوترات السياسية. الراعي يحذر من أي محاولات لتعطيل الانتخابات النيابية وباسيل مجددا. ما خلونا ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي عنونت الصيادلة وأطباء الأسنان خبيصة حزبية وطائفية، توقيف قهوجي ممنوع والتحقيق مع منصور غير مقبول، البطار امتثل لأوامر قائد الجيش خطيرة. الماء مقابل الطاقة، الأردن في حظيرة أبراهام. منتابع مع الجمهورية، كورونا المتحور يتصدر الأولويات ونموذج أطباء الأسنان لا يبشر خيرا. في الديار قصة التطبيقات وخروج ملايين الدولارات من جيوب إلى جيوب، نجاح تجربة نيجيريا بوقف هذه التطبيقات وفشل الحكومة اللبنانية بوقفها، التداعيات على الأسعار كارثية والمخاوف على السلع الحيوية متسارعة. بس العنوان خاصه بهذا الموضوع. البناء عنونت العالم والمنطقة من اليوم للتحرك على إيقاع مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق النووي. ميقاتي يحاول اليوم مع بر إنعاش تفاهم بعبدة بعدما أطاحته قرارات محكمة التمييز، والمسار النيابي القضائي قطع نصف الطريق. حضور التيار يؤمن النصاب ويبقى التصويت. في كاريكاتور عطوان غانم في الجمهورية، انتخابات نقابة الأسنان فرموا الأسنان. لا صار بيشتغلوا برأيه. وخمسين سنة بمثل النهار مع صحيفة النهار بالعام 1971. خطة الاغتيال وضعت في بيروت، ثلاثة فلسطينيين يحملون جوازات سورية قتلوا التل، ومنظمات تابعة لفتح تطالب القاهرة بإطلاق المعتقلين. وعدلت الدولة عن التعجيل في تأليف حكومة الانتخابات لأنها لا تريد التبكير في تفجير الصراع. الوسط الطازج يتخلى عن الفيتو على سلام. وحزب الكتائب يحشد قواه في الذكرى 35 لتأسيسه. شارل مالك: كل ما يسمى الثورة حتى الآن هو لا شيء بالنسبة إلى الثورة الآتية. الكتائب يدعوان إلى الالتفاف حول فرنشي. واستئناف استيراد الأبقار الحلوب الدفعة الأولى، 51 بقرة هولندية جاي بالشحن. شحنة الملايين، هودي مثل ما كنا عم نشوف بالصورة، إذا بتكبري شوي الخط، نقلت إلى خزنة مصرف لبنان شحنة من القطع النقدية بحراسة معززة من رجال فرقة الطوارئ، وهذا شريط للعملية. بشكل سريع، أربع أوسمة لشيوخ المطبعة الكاثوليكية الحجر والأوفست وفن التجليد. وبالكاريكاتير عوض بسلامتك ياسر عرفات، وطبعا مثل ما عم نشوف كنا أنور السادات.